من هي القوى العظمى في العالم عبر التاريخ؟ على مر الزمن تفاوتت الإمبراطوريات والدول في مكانتها كقوى عالمية مسيطرة، فكانت تأتي دول وتحل بدلا منها دول أخرى. وفي تقرير حديث قامت بنشره الصحيفة الأمريكية The National Interest، والذي تضمن قائمة أكثر الإمبراطوريات العظمى سيطرة على مدار التاريخ البشري وإقصائها من قبل إمبراطوريات أخرى لاحقاً، فالدول تحاول جاهدة للحفاظ على مصادر القوة لتبقى مسيطرة لأكبر فترة زمنية ممكنة، لكن بنفس الوقت تظهر قوى ودول منافسة لها على مكانتها، وتعمل الدول الصاعدة على تشكيل تحالفات لمساعدتها على إقصاء الدول المسيطرة لتحل بدلاً منها كقوة عالمية عظمى، والدول المهيمنة لا تستطيع الاحتفاظ بمكانتها إلى الأبد. في هذا المقطع سنتعرف على أكثر الإمبراطوريات التي كانت مسيطرة على مر التاريخ. القوى العظمى في العالم عبر التاريخ. أولاً، الإمبراطورية الرومانية. حسب ما نشرته الصحيفة الأمريكية The National Interest، فإن الإمبراطورية الرومانية ترأست هذه القائمة وكانت على رأس القوى العظمى، حيث بلغت الإمبراطورية الرومانية مجدها وأوج قوتها في القرن الثاني الميلادي. لكن الإمبراطورية الرومانية لم تستطع الحفاظ على هذه المكانة بسبب النزاعات الداخلية فيها وبسبب مجموعة من الخلافات في اعتلاء سدة الحكم، بالإضافة إلى اعتماد هذه القوة العظمى على مجموعة من المرتزقة، مما أفقدها مكانتها وهيبتها بين الدول المحيطة. ثانياً، الإمبراطورية المغولية. في المرتبة الثانية جاءت الإمبراطورية المغولية، التي كانت واحدة من أعظم القوى العظمى التي أحكمت سيطرتها على العالم. يرجع السبب في تمكن هذه الإمبراطورية من بسط نفوذها على مناطق شاسعة من الأراضي والدول المحيطة والمدن إلى التكتيكات والاستراتيجيات في المجال العسكري، علاوة على قدرتها الفائقة في تصنيع أحدث الأسلحة والمعدات العسكرية واستخدامها في تحقيق أهدافها والتوسع على حساب جيرانها. لكن حال هذه الإمبراطورية لم يكن أفضل من الإمبراطورية الرومانية، فتفتتت وتقسمت هذه القوة العظمى إلى 4 دول صغيرة نتيجة العداوة الطاحنة من أجل اعتلاء سدة الحكم فيها. ثالثاً، الإمبراطورية البريطانية. أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب الإمبراطورية البريطانية، التي كانت تتمتع بأسطول بحري مهيب وضخم. كان هذا الأسطول السبب الأكبر في اتساع رقعتها وسيطرتها على مناطق شاسعة. بلغت هذه الإمبراطورية مكانة عظمى وسيطرت على خمس سكان الكرة الأرضية الذين كانوا يعيشون تحت حكم مستعمراتها الشاسعة والممتدة عبر العديد من الدول المختلفة. رابعاً، الإمبراطورية السوفياتية. أما المرتبة الرابعة فكانت بحوزة الإمبراطورية السوفياتية، الاتحاد السوفياتي الذي ضم مجموعة كبيرة من الدول التي نالت استقلالها لاحقاً. ظهرت قوة الاتحاد السوفياتي فور انتهاء الحرب العالمية الثانية والقضاء على الحلف الذي شكلته ألمانيا النازية. اعتمدت هذه الإمبراطورية في بناء قوتها على المصادر الطبيعية المتوفرة بكثرة في أراضيها، بالإضافة إلى المساحة الشاسعة من الأراضي تحت سيطرتها. ولهذه الأسباب مجتمعة كانت هزيمة هذه القوة العظمى والناشئة آنذاك وتحديداً بعد الحرب العالمية الثانية أمراً غاية في الصعوبة، وأيضاً بسبب ما بحوزة هذه الإمبراطورية من ترسانة نووية هائلة. خامساً، الولايات المتحدة الأمريكية. نختتم القائمة بالولايات المتحدة التي ظهرت أيضاً بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، إذ تفوقت الولايات المتحدة عسكرياً وتقنياً بعد انهيار الاتحاد السوفياتي. وكان من أسباب احتلال الولايات المتحدة الأمريكية للمرتبة الخامسة سيطرتها القوية على الاقتصاد العالمي وتربعها على عرش العالم كقوة عسكرية منذ الحرب العالمية الثانية. وزادت قوة الولايات المتحدة بعد انهيار الاتحاد السوفياتي. لا بد من الإشارة هنا إلى أنه على مدى التاريخ برزت قوى عظمى وانهارت وتلاشت وأصبحت أثراً بعد عين، كل ذلك بسبب الأحداث الداخلية أو الحروب وضعف الاقتصاد وغيرها.
هذا ما تعرفه الآن القوى العظمى الموجودة حالياً والتي ستصبح يوماً ما مجرد أوراق من التاريخ. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب به والاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس ليصلك منا كل ما هو جديد.